تمام. النادي الاهلي يرى ان لا يصح ولا يصلح ان حد يقود النادي الاهلي وهو معهوش مؤهل عالي. تمام. ده حق اصيل النادي الاهلي ولا لا؟ بص يا فندم، انا برضه هقول لك حق اصيل، بس عايز اوصل معاك لحاجه مهمه جدا. ايه هي؟ لما قلنا نقعد الانديه مع بعض قلنا هنوصل في الاخر ان احنا هنتفق على 80%. انت بتعاني من اللائحه او النشاط الرياضي ما هوش عباره عن ماكس ضربه بس. احنا اختزلنا القضيه كلها زي ما اختزلناها زمان في الثمان سنين، اختزلنا في تشكيل مجلس الاداره. لا يا جماعه، ده رياضه باداره الانديه بهيئات الرياضه، ده قصه طويله مليانه في اللائحه. هاتوا الانديه ونقعد مع بعض هنوصل ل 80% متفقين. هيبقى الخلاف على ايه؟ على 20%. هنبعت للانديه خد صوت بقى على ايه؟ على 20%. طب وليه ما حصلش كده يا فندم؟ في غفله من الزمن، والله اعلم. رئيس اللجنه ايه الغرض منها؟ وانا بقوله على الهوا، طلع عليها سكتي ودكاكيني بالمنظر اللي انت شفتها دي، واطلق عليها اللائحه الاسترشاديه. ايوه، ايه الهدف يا فندم؟